السلام عليكم، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو حبيت نوري لكم هذا البريوش، راه خرج يهبل يهبل كانه مسكوتشو. ما تقوليش عليه بريوش بنكهه الليمون. درت فيه الليمون، خرج الذوق تاعو روعه، والريحه تاعو الذوق تاعو خرج عليه، وريحته كي تشميها ريحه الليمون والله تهبل تهبل. المهم هذا البريوش هذا ممكن نقول لكم هاك المقادير تاعو فقط بهكذا، يعني نتكلم لكم عليهم وانتم تقدروا تسجلوهم. اللي حابه تسجلوا واللي يعجبها البريوش خفيف 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 ريشة، ممكن نجرب لكم تشوفوا الخفة نتاعو. دقيقة، بسم الله يا ربي، على بالكم الفيديوهات هذو انا يعني ما نصورهمش تاع الوصفات، يعني ندير وصفة هكا. شوفوا هذيك الخفة، شوفوا. المهم حبيت نذكر لكم هنا المقادير بسرعة باش تحضروا، اذا اللي حابه تحضروا. يعني تحطي 4 معالق سكر كبار. سمحوا لي يعني ممكن يكون الصوت منخفض شوية، نرفع صوتي شوية. حطوا 4 مغارف سكر كبار، حطي 4 مغارف سكر كبار، ملعقة كبيرة خميرة، خميرة الخبز، نص كاس زيت او عفوا ربع كاس زيت، وكاس ونص كاس ونص ماء، وبياض البيض والصفار خليها على جانب، وحطي لافاني ولا حطي مبشور الليمون، وتخلطي ومغرفة صغيرة ملح وتخلطيها مليح، وتحطي 3 كيسان دقيق يكون رطب. عندك دقيق يكون رطب جدا، رقيق بزاف وخفيف، تحطي هذاك الدقيق وتخلطيها وتخليها تطلع لمدة 20 دقيقة. لمدة 20 دقيقة، ومن بعد تحطي لها كاس فارينة وتخلطيها كامل في بعضها، وتخليها تزيد تطلع لمدة نص ساعة أو أكثر، المهم يتضاعف الحجم نتاعها، وتعودي تطرحيها في البلان تاعك نورمال، وتعملي لها صفار البيض. يعني بعد ما تطلع تعملي لها صفار البيض. أنا هنا صفار البيض باش خرج اللون هذا الأحمر الرائع. واش درت؟ درت هنا دبس التمر، خلطته مع صفار البيض وشويه حليب هكا، باه تكون شويه تكفيني، يعني الكميه تكون تكفيني. شويه حليب وشويه معجون، عفوا شويه حليب مع صفار البيض ودبس التمر، وتحطيها على وجه الخبز نتاعك. وتحطي هنايا، انا حطيت جلجلانيه مع سانوج، وتحطيها تطيب فقط. يعني جا خفيف خفيف، عجبني بزاف. هذا مليح بزاف للفطور، يعني يشبه البسبوسة. تقولي بسبوسة، يعني جاي حلو وخفيف ريشة، خفيف بزاف، يعني بسبوسة. والله تقولي عفوا عفوا، تقولي مسكوتشو مسكوتشو. عذروني يعني شوية، راني يعني تعبانة هكا وقاعدة نهدر. المهم هذا هو الفيديو، غير حبيت نقول لكم المقادير هكذا، وإلا كتب ربي وجربته راح تشوفوه معايا في فيديو من الفيديوهات. هذا هو الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو قادم إن شاء الله.